الانتخابات الرئاسية ستقام نهار 6 أكتوبر القادم، شنو انتظاراتك أنت من هذه الانتخابات كمواطنة تونسية؟ انتظاراتي إن شاء الله ربي ساعي يحفظ بلادنا، يحفظها من كل شر ويحفظ يحفظها إن شاء الله جيلنا جديد يفيق شوية على روحه، يخدم بلاده بحق. الناس الكل تضرب على بلدينا، شوف الصين كيفاش وليت، شوف الجابون، شوف كوريا جنوبية مش شمالي، كوريا كيفاش وليت، يحبوا بلادهم، تتفرج فيهم يحبوا بلادهم. بربي معناتها رسالة للشعب متاعنا يحب بلاده. لك الشباب اخدموا على رواحكم واقراوا، يزيكم الحكاية الفارغة والحرقان، اخدموا. وقيس سعيد رجل دولة بامتياز، رجل دولة بامتياز، حبة من حبة وكريم من كريم. هو وقف البلاد على ساقيها، ان شاء الله يدخل التاريخ. هو كيما عمل بورقيبه دخل التاريخ، ما بالتو يحكيوا البر على بورقيبه. نطلب من شبابنا يقرا الكتب، اقراوا بورقيبه على بورقيبه، شكتبوا عليه، شكتبوا عليه البرة مش في تونس. بربي اخدموا بلادكم، حبوا بلادكم، حبوها وامشيوا انتخبوا، امشيوا انتخبوا. حتى كان تحبوش قيس سعيد امشيوا، اما الرجل اللي قاعد يضرب في الفساد هو قيس سعيد الوحيد. لا احزاب معارضه، لا جمعيات، لا منظمات باسم الحريات، وكلي داخله باسم الحريات وهي تهلك في شبابنا. يزيو نحيو الطمع، مثل تونسي انسي الطمع ينسيك فقر الدنيا. الرئيس القادم اول حاجه يعملها هو تنظيف شوف حكايه البلديات، دي مناطق سياحيه بداها من الحمامات البنزرت، الشوارع ما تشعلش ضوء زبله، ودزيا ما بنيتي العيشه، العيشة غالية بصفة غريبة ياسر، بصفة غريبة ياسر. شنو هو كيلو بطاطا ب 1800 وقت اللي احنا كنا كانت 250 فرنك البطاطا؟ شنو هو؟ شنو وين ماشيين؟ الزوالي ما عادش يعيش، بارك الله فيه، زادوا في الريتريتي، زادوا تزيد منه وتطلع منه، شنو كيلو لحم علوش ب 50000؟ ولينا نشموه يهز طرف خبز الواحد يقعد بجنب الجزار يبدا ياكل، يتصور هو اللي هو ياكل في اللحم العلوش. نفس الحال الحوت والبلديات، ما شفتش بلديات تخدم. ما شفتش البوصه حاطين ثقتكم وشنو واحد سبعه قيشيات زوز يخت الكنام باجي معايا طول الكنام 12 قيشي ثلاثه الى وين ماشيين؟ وين ماشيين؟ تمشي معايا البلديه واحد ضو تكلموا يقول لك لا ما عندناش انبوبات، ما عندناش حتى شيء، ما عندنا الزباب المقدسه بلديه. خاطر علاش قلت لك؟ خاطر كنت جمعه قلنا له كيفاش الضو مخصوص؟ ما فماش. قال لك هاك برا مشيشكي، برا مشيشكي، برا مشيشكي، وكان عجبك زاد. ومن نهار قلت له اخي نشكي قيس سعيد، قال لي برا مشيشكي له ماكم زعاب. ان شاء الله الامور تمشي دو لو راجل دو لا لوا كما يقولوا، فهمتني؟ بالنسبه للرئيس اللي عنده اللي ثم معناها يتكلم، هو انتخابات جايه، انا ما اعطينا ثم برشا توا قاعدين يحفروا حس تحت مس. جماعة معارضين مولين بالفلوس، جماعة ماكر الرواسب نتاع العشرية، فهمتني؟ هذوما ربي يستر منهم وكاو. بالنسبة لهذه الانتخابات أراها أنها بلا روح وبلا معنى. لسبب أن ديما تونس فيها مشاكل نتاع تحديد مواعيد الانتخابات. في أمريكا يعرفوا كل 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 انتخابات ان في الاثنين الثاني بعد نوفمبر، فرنسا العالم الكل عنده محددينها. احنا بالمزاج ربما ديسمبر اكتوبر فماش مزاج. خلينا نحط الامور في نصابها، فما اجال قانونيه احترمها رئيس الجمهوريه، اعلن من قبل انه عنده مده من اللي اعلن وقال ستقام الانتخابات الرئاسيه في اجالها القانونيه، وحسب القانون التونسي هو مطالب بالاعلان قبل بثلاثة شهور، وطبق هذا القانون بحذافيره. فما اجال قانونيه طبقت وما فما حتى خرق للقانون. صحيح من ناحيه التطبيق ولا التاريخ، لكن احنا توانسه شدوا كان في الاشكاليات الظاهريه، التاريخ متين كذا ونعملوا انتخابات، هل ستجرى انتخابات بطريقه كما يحبها الشعب التونسي؟ هل عندنا احزاب؟ هل عندنا منظمات تساهم؟ هل عندنا الناس مش يعطوا برامجهم؟ الناس اللي مش تقدم انتخابات اشترهم في الحبس. ما دخل الأحزاب في الانتخابات الرئاسية؟ ممكن إذا كانت راحت هذا الطرح في الانتخابات التشريعية مثلا وقلت هل إنه عنا أحزاب، ممكن كانت تكون معقولة شوي، أما ما دخل الأحزاب في الانتخابات الرئاسية؟ دخل الأحزاب في الانتخابات الرئاسية أن الشخص مش تقدم الانتخابات هو ينتمي لحزب. أي الناس مش ستقيمه وستذهب لانتخابه انطلاق من ما يحمله ذلك الحزب. مش شرط، والدليل كبرى الدول في العالم فما رؤساء مستقلين وصلوا للرئاسة وخدموا بلدانهم. لا موجود بالنسبة لتونس، تحكي لك
مش ضروري باش تكون الاحزاب، هي تونس تقريب 95% من الاحزاب شكاره والبحر. لكن أن, 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 ان نكتب ممنوع وجود احزاب، قتل المنظمات الاجتماعيه، قتل كل شيء. واحد وشكون كتب ممنوع وجود الاحزاب؟ لا تو ممنوع، لا ممنوع. الحاكم هو عليه، ولكن نرجع معناه البريزيدون قاعد يخدم. انا نشوف انا كواحد من الشعب قاعد يخدم. فما برشا فساد في البلاد، قاعد يتبع فيهم وحده. لا الحمد لله. والاستثمارات تو تجي بطبيعتها، خي انت كي تجي الاستثمارات كيفاش باش تجي؟ حاسب الفساد انت ساعة. هي حاسب الفساد تو بعد تجي الاستثمارات. فهمت؟ وان شاء الله ربي يصلح، يصلح رأي معناها اللي باش كان ومشي يواصل هو. ان شاء الله ربي باقي يستر على البلاد. وكان فما حد اخر ان شاء الله ربي زاد يبقى يستر على البلاد. اما الفساد قبل كل شيء. عباد متغوله في البلاد، متغوله اخي. باش نبقاو احنا باش نعملوا انتخابات رئاسيه والحال كما هو عليه، مش عملنا ما عملنا شيء. معناها كل بريزيدون يجي الحال كما هو، البريزيدون يجي الحال كما هو، يخليه هو يحاسبه. الشعب باش يعطيه يعطيه ياكل في كرش وتنقص لنا الاسعار، واحد وواحد والامور ماشيه في الرجله. فهمتني؟ عليه هو قاعد ينظف الرئيس، مش قاعد ينظف بلادنا فيها الخيرات السبعه، خيرات السبعه فيها. اما كل اللي يشد الكبوست يتفتف الروح وعائلته واصحابه. هذيك هي بلادنا، هذيك بلادنا 11 ولا 12 مليون، ما كان جينا 40 و50 و100 كي مصر واحد فهمتني؟ عندنا تنحانا السرقه بركه والمهربين هذوما والقطعيه هذوما، تو بلاد تولي لاباس. بلادنا تبارك الله سياحه واحد وفلاحه واحد. اما السرقه، السرقه وربي يقدر الخير. اما ان شاء الله ان شاء الله هكا ثم برشا توا لابدين قاعدين يتسناو في اللي جورجي، يتسناو باش واحد. علاش؟ خاطر عندهم فلوس، ثم شكون يمول فيهم حس تحت مس. فهمتني؟ معناها باش يفرفشوا اللعبه وكهو. وان شاء الله ربي معانا وعليه راس الرئيس ماشي في الاتجاه الصحيح. قاعد ينظف هكا تشوف انت اخي، توا موقفين الكل بلاش، كلهم بدوسياتهم وبطاقاتهم تاع الجلب وبطاقه كذا. وتوا فرحنا احنا اللي ولاو عندنا في المحكمه وزاره العدل حكام نزهاء، نزهاء يطبقوا في القانون بحذافيره. فهمتني؟ ما عادش جماعه اللي يحط منه وسيب منه وهز منه وحط في الحبس. اما حتى اللي ماتوا مسكين في الحبس في قرعه الله اكبر، بداهم من اسمه الدبوسي وانت ماشي. هذه الانتخابات ستجرى في موعدها بلا نكهة، لأن معروف أن الطريق مفروش لقيس سعيد، سيعاد انتخابه مرة أخرى، لكن ينتخب وكذا. بقينا أنا لي نظرة في الانتخابات الرئاسية. علاش؟ علاش مندا ورا مندا؟ أنا أرى أن بالنسبة لتونس بلد أفريقي من العالم الثالث، تكفي الرئيس مندا واحدة بستة سنوات، كان هو أبدع في تلك الستة سنوات، نقول له شابو ويبقى في التاريخ. كان هو ما عمل حتى شيء نتحملوه تجي جلديه. شكون وصلها للبلاد الحلال؟ وصلها اللي كانوا شادين الحكم، يشوفوا في الثغرات ويشوفوا في الفساد يا راضي الدوله فكوها، راضي الدوله بدلوا لها الاوراق نتاعها والكواغت نتاعها. هي شكون باش يحاسبهم هذوما؟ الناس هذوما اللي حكموا قبل وفشلوا في حكمهم نجدهم اليوم يشككون في الانتخابات الرئاسيه القادمه، حتى قبل ما تم الاعلان عليها وقبل ما تعاملت. علاش يشكوا؟ هما كي باش يشكوا في الـ في الـ في, الـ في الـ الانتخابات الرئاسيه هي والحكم نتاعهم هما اللي نجحوا فيه، هي ما نشكوش فيه زاد احنا. هي ما نحكوا كل سؤال يطرح نفسه. شو كل بريزيدون عنده الاعداء نتاعو، باش نبدو واضحين. ريت انت باش تترشح فما شكون يلعب في دور كبير ياسر، يعمل ما عرفش انا، يعمل كيما الكوره، كيما الكوره مثال ترى هذاك الالتراس هذاك مانيش عارف شنو بيخلوك، باش يخلوك معناها ما توصلش لك المقعد هذاك. وهو في الاخر شكون؟ في الاخر باش يشد واحد بركة، والواحد هو ربي سبحان. باش تلقى برشا اعداء ما تخدملوش مصلحته يولي يكرهك ويبثل بلبله في البلاد. كي يبثل بلبله في البلاد باش تحسب ليك انت كرئيس. فهمت؟ وهما رؤساء القدوم هما خايفين على على المحاسبه. وتلقاه مغلف، تلقاه معناها عنده دوبل ناسيوناليتي زاده. مش تحاسب وتلفت البلاد اللي عامل معاها دوبل ناسيوناليتي هي اللي باش تدافع عليه. شو باش تبدو واضحين؟ الرؤيه واضحه والمسرحيه واضحه والشعب ما عاد ما عاد يفوت منه شيء. انا ارى ان الاحزاب اللي في تونس هذه
عبارة جمهوريات صغيرة اللي شد كبش وأنها بلا مستوى، وشفناه وأنهم أضروا البلاد وقتلوا البلاد وحطموا البلاد. أنا أرى أن بالنسبة لي شو رأيتي ناي ناي نحب يبقى في الواد كان حجر، يحب يبقى يتغربل، يحب الغربلة. تونس ما فيهاش 12، ما فيش واحد برك باهي و12 مليون تاعبين. عندنا ناس اخرين، عندنا احزاب اخرى، ثم ناس في متقين مدرقين، هم ما يحبوش يظهروا خاطر الحيتان الكبيره والتماسيح الكبيره ما تخلي حد يقرب. تفعلون يا اخي بعد كل هذه السنوات تحبوا روحكم مناضلين، تحبوا يشدكم الويس يحطكم في الحبس في السخر. عندك مناضل من غادي، اعطيني ايش عملت لي في التعليم وفي النقل وفي الصحه وفي البطاله، واعطيني وبدلي المنوال الاقتصادي منوال التنميه تاع تونس. شو عمل لي على اربع كعبات من السياحيين؟ السياحي يبعث اربع فرنك وعمل لي على السياحه يجوا لهنا، هذا اقتصاد باش نخلصوا به العمله الصعبه. انا ارى ان الاحزاب في تونس هذه كلها يجب أن تكون دماء جديدة واغتنم الوجوه القديمة. كرهتونا في العالم، فدتونا في الدنيا كلها.